كان ابويا بالعكس الجانب هو مهتم جدا بجانب الرياضه وكانت امي التعليم جدا. لكن ما لومتهمش يعني لما حصل الانفصال ما لومتش حد فيهم خالص. انا الحاجات دي بالعكس دي الحاجات دي اختيارات شخصيه بحته. بس انت في اللحظه دي بقى كنت قاعد انا شهدت على العقد طلاق ابويا وامي. ها؟ شهدت على العقد اصلا. والله لا انا قلبي جامد في الحاجات دي جدا. شهدت على العقد لان كان الناس كلها اللي كانت موجوده كانت متاثره. بس دي يعني ده حاجه صعبه قوي تشهد على عقد كريم طلاق طبعا والدك والدتك صعبه قوي. كنت انا وجدي ابو والدتي ربنا يديله الصحه. ما حاولتش تصلح بينهم؟ طبعا بيبقى في محاولات صلح في الاول بس هي في الاخر حاجه شخصيه بحته ملهاش علاقه. بدل هم مش مقصرين معانا كاولاد ومش مقصرين في حق نفسهم وكل حاجه يعني فيها احترام. انا بشوف ان الموضوع ده عادي جدا.